السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الكرام، متابعي قناة تربية طيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. وحلقتنا اليوم بتحكي عن أفضل مادة طبيعية قدمناها للطيور الزينة، تساهم وتساعد بشكل كبير في عملية طرح الريش، وأيضا تساهم في تجهيز وتساعد على غناء الطائر بشكل صحيح. الحلقة السابقة تكلمنا فيها عن مواد طبيعية تساهم في عملية غيار الريش، وهي الحلقة أيضا راح أقدم لكم مادة كانت أفضل من هذيك المواد وأيضا إلى أهمية أكثر من هذيك المواد، بتساهم في عملية غيار الريش وبتعطي قوة للطائر، مناعة زيادة في اللهم صل على سيدنا محمد، في قوة الطائر لمكافحة الأمراض. يعني لما يكون في عندي طائر صحي، طائر خالي من الأمراض، طائر لديه القدرة والقوة لمكافحة الأمراض، فأنا بكون ناجح في تربية طيور الزينة. على بركة الله حنبدأ على المادة ونحكي عنها بشكل مفصل. قبل ما أبدأ بالحديث عن هاي المادة، أتمنى منك شغلتين. أول شغلة خليك معي لنهاية الفيديو، ثاني شغلة اللايك والشير والاشتراك. وبالنسبة للأخوة اللي عم يسألوني، أبو النصر أنت قدمت حلقة عن غيار الريش لطيور الزينة وحكيت إنه هاي المواد نحن فينا نستخدمها. صديقي، أي مادة بعطيها أو أي حلقة بعطيها تصلح لجميع أنواع الطيور، تصلح لجميع أنواع الطيور. وبالنسبة للسؤال اللي سأل، والله لما بخ طيوري بتصير تتخبط بالقفص وما بحسن بخها، بتمسك الطير وبتبخه بخ كامل عشان ما يجروح الطير، تمام؟ أو إذا ما كان عم يتحمم، يعني بشرط إنه الطيور ما تكون عم تتحمم. طيب، على بركة الله نحكي عن المادة ألا وهي مادة الجيسينك. مادة الجيسينك بالتركي اسمها جيسينك، بالجزائر اسمها جيسينك، بالمغرب اسمها جيسينك، بالعراق اسمه جيسينك، وبدول الخليج اسمه الجيسينك. بتوقع عشبة عالمية ومعروفة لجميع، وحتى بالإنجليزي اسمه جيسينك، معروفة لجميع المتكلمين، تمام؟ طيب، هاي المادة شلون بنستخدمها والكمية الصحيحة في الاستخدام؟ طبعاً تصلح للبشر وتصلح للطيور، تمام؟ طيب، بالنسبة للطيور كيف نحن بنستخدمها؟ لكل لتر من الماء، لكل لتر من الماء نضع 3 جرام كافي، 3 جرام. طريقة الاستخدام أو الطريقة الصحيحة في عملية الاستخلاص 3 جرام لطيور الزينة بشكل كامل، لا تكثر لأنه عشبة قوية جدا. يعني عيدان العيد تقريبا بيطلع بوزنه جرام، 3 عيدان للتر كافي، 3 عيدان للتر كافي. بتحط المي لتغلي، بعد ما تغلي المي بتحط المواد فيها بدون ما تصير فيها عملية غلي. بتحط المواد فيها، غلت المي، طفيت النار، حطيت المواد فيها، حطيتها بوعاء زجاجي وأطبقتها لحتى تبرد. نحن بدنا المواد الطيارة النفاثي الموجودة داخل هاي المادة تضل بالمي، ما تتبخر. تروح تحط لي اياها 3 عيدان قلب اللتر وتقعد تتصفن فيها كيف عم تطلع الدخان وتقول يلا خليها تبرد اسرع. كل ما بردت ابطا وكل ما حبست البخار داخل الوعاء افضل، تمام يا شباب؟ ولا تخليها لحتى تغلي وتيجي تمسك العيدان تسدي في قلبها وتشيل تحطه بالبراد مشان تبرد بشكل اسرع، هيك ما بنستفيد منها، تمام؟ نحن بدنا المواد العطريه، المواد النفاثيه، المواد الزيتيه، المواد الطياره، كيف بدك تسميها، اللي عم تطلع بهالبخار هذا ترجع تنزل على المي، ترجع تنزل بالمي لحتى نستفيد منها باكبر كميه ممكن، تمام؟ هذا النقع بيكون لجميع انواع المواد، وهي الطريقه الصحيحه. قبل كنت انا ومنكم، يعني انا من احد اللي كنت اشتغل الشغل هذا، جيب الطنجره حطها على النار، غلت المي، جبت الزنجبيل زتيته، جبت الكركم زتيته، وجبت اي ماده زتيتها في قلبها وتركته لحتى يبرد وسنيته، وبعد ما برد شلت الماده عطيتها للطير. نحن بنكون هيك، يعني هاي طريقة علمية أنا بحثت عنها بشكل كبير، يعني عم بحاول قدر الإمكان أدور على المعلومات الجديدة فيكم فيها. بحثت عن الموضوع هذا لقيت لا، الأفضل إنه نحن نسكر لحتى المواد الموجودة فيها ما تتبخى وتطلع مع البخار وتكون المادة فقدت الفعالية تبعها. كم يوم قدمة بالأسبوع؟ تقدم مرتين في الأسبوع فقط. مرتين، إذا عملت لتر فينا نحتفظ فيه بالبراد، تحتفظ فيه بالبراد لمدة أسبوع. نحن بنستخدم مرتين. طيب لمشربيه عود واحد بتحط الوعاء اللي بدك تغلي فيه المي لحتى تغلي المي، بتطفي تحته وبتحط عود واحد وبتسكر لحتى تبرد بالقدمه لطيورك.
ومرتين ايضا في الاسبوع، وبتحسن الجزيء. شباب هاي الماده غالي كثير، تمام؟ عشان ما تقولوا ابو النصر بعدنا يشتري ماده غالي كثير. انا جبت من هاي المشربيه، طلعوا عليها هاي 25 ملي بتوقع او 15 ملي، ما بتطلع اكثر من هيك. هاي انا اللتر بوزعه على هدول، تمام؟ مثلا كميه الطيوره بوزعه على هدول وبحطه للطيوره. بدال انا ما اعطيه للطائر مشربيه 100 ملي، ما راح يشرب منه هو يمكن 10 ملي، ما راح يشرب 2 ملي، ما راح يشرب، تمام؟ وكب الباقي. فانا بستخسر الموضوع او بختصر الموضوع بمشربيه صغيره بهذا الحجم، وبحط داخلها العلاج او الماده او اي نوع من انواع المشروبات بدي اقدمها للطائر، وبوزع على الاقفاص. وبهالطريقه هاي انا بكون ما اسرفت وقدمت الطيور الشيء صحيح. فبتمنى الكل يجيب من هاي المشربيات للعلاج وللفيتامينات وللمناقيع اللي بدي اقدمها للطيور، ونخلي المشربيات الكبيره فقط للماء. خصيصا لما بنعصر الجزر، بنعصر التفاح، بنعصر اي ماده طبيعيه، لازم احنا نختصر ونقدم بشغلات بسيطه ونقدمها للطائر لحتى يكون في عندنا اختصار. بتمنى تكون معلومة كافية، وبتمنى تكون استفدتوا من هاي الحلقة. الكل بتمنى الكل أيضا يكون ضغطنا على زر اللايك وشير هاي الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.